سامي الجابر. تكلم ولا أسأل؟ براحتك. طيب سامي الجابر، في الثلاث سنوات الأخيرة راح نقول لك كل التصورات اللي عندي، كل السيناريوهات، وانت شوف من وين تبغى تبدا احسن. نعم. في الثلاث سنوات الاخيره او الاربع سنوات انه كان دائما في حديث تحت الطاوله انه في ياسر وسامي في بينهم خلاف، وبعدين في بعض المباريات زي مباراه الغرافه لما اخذت فيها كرت انه دخل في غرفه الملابس وقال لك عاجبك الكرت وان انت ما عجبك الاسلوب، بعدين يا سامي هو اللي كان سبب من ضمن الاحاديث انه هو اللي طلعك من الهلال وداك للعين وانت ما تبغى ترجع عشان سامي موجود، ورجعتك للهلال كانت مرتبطه بذهاب سامي، احاديث كثير، وين منها الصح وين منها الغلط؟ كلها صح ولا كلها غلط؟ ايش تبغى تقول؟ كلها غلط للامانه، يعني حتى الكرت حق الغرافه اول مره اسمع الموضوع من عندك يعني. وبالنسبة أنه بيني وبين سامي مشاكل، أبدا ما في أي مشاكل بيني وبينه، ولا أذكر أنه حصل بيني وبين سامي في النادي يعني مشاكل. قد تكون يعني ترى في البيت عادي أنت وأخوك يصير بينك وبينه مشكلة، لكن مشكلة تنتهي في لحظتها يعني. إذا كان سامي يخبي شيء في نفسه فهو ما وصل لي، فهذا شيء رجع له. لكن أنا أتكلم أنه لو كان لي أنا مشكلة مع سامي راح أتكلم معه شخصيا هو، ولا راح ألجأ إلى الإعلام وأتكلم من خلال الإعلام. أنا هرفع عليه السماعة، عندي القدرة على أني أتكلم معه وجها لوجه وأبين له إذا كان هو أخطأ أو عمل شيء غير لا يرضيني. وسبق أنه حصل بيني وبينه هذه مواقف كثير أنه شيء ما يعجبني أجي أتكلم معه. موقف أنه العين ياسر راح بسبب تواجد سامي في النادي أو لا، بالعكس سامي كان من الناس المتمسكين في تواجدي في العين وذهابي، وأنا أعلنت أكثر من مرة وأنا ألوم سامي على فكرة. المتمسكين بتواجدك في العين؟ في الهلال. في الهلال أنا ألوم سامي صراحة في برنامج من البرامج ظهر فيها في نهاية الموسم المنصرة، وتكلم قال إن ياسر أخطأ علي لأنه ما بين للإعلام إنه أنا مالي دخل في إنه ما دافع عني. إنه ما دافع عني. أنا استغربت صراحة للأمانة كلام سامي، لأنه يعني سامي أنت تقدر إذا كانت سنة كاملة الموضوع هذا في داخلك، وأنا تقابلت أكثر معك أكثر من مرة، وكان حتى آخر اتصال بيني وبينه لما أنا عزمته للافتتاح الكافي حقي والأمور طيبة، ولا بين لي الموضوع هذا، وأنه ذكرها من خلال الإعلام أيضا، فضايقني الموضوع هذا كثير، وكنت أقدر أني أرد أنا، لكن ما حبيت أخلي الموضوع زي ما قلت لك إعلامي. بالنسبة لل يعني عاتبه علي أنه أنا ما بينت، يقدر يرجع إذا هو ما تابع يعني لقاءات لي سابقة من فترة انتقالي للعين، ممكن يكون هذا شيء راجع له يعني، لكن يقدر يدخل ويعرف انا وش قلت له، وانا قلتها بالنص انه قلت انه لا سامي ولا غير سامي يقدر يطلع ياسر من الهلال سواء كان كبير او صغير. الهلال ليس ملك احد، لا ملك ياسر ولا ملك سامي ولا ملك الامير عبد الرحمن ولا ملك احد. انا اشعر الان انه في شيء. من اي ناحيه؟ يعني خلني اقول لك، خليني احاول اربط لك الاشياء اللي خلتني اشعر انه في شيء. لما قلت قبل شوي الا اذا كان سامي في داخله شيء ما يبغى يظهره، هذا ترى ما وصلني. وحين قلت انه تكلم في لقاء تلفزيوني وقال سامي ياسر اخطا علي وانا طول الموسم معاه، معناته انه كان يظهر عكس ما يبطن. كابتن يعني انا اعرف مدى شجاعتك وصراحتك، واعرف ان انت من الناس اللي تطلع في البرامج وفي اللقاءات التلفزيونيه ما يفرق معك اللي عندك بتقوله. نعم. الان لو سامي الجابر الان مدير الفريق في نادي الهلال، نعم، ياسر كان ممكن يرجع ولا ما يرجع؟ اكيد، لاني قلت لك انا في النهايه وش النقطة اللي سامي ممكن يسويها يعني، أو غير سامي إذا كان في الهلال إنه يخرجني من الهلال. هذا تفكير، أنا زي ما قلت لك هذا من الناس اللي يبغون يزرعون فتنة ومشاكل في النادي. تواصلت معاه بعد اللقاء التلفزيوني؟ كلمته؟ لا والله ما حصل في بيني وبينه من هذاك اليوم اللي ما تكلمت مع بعض. إيه نعم، يعني خمسة شهور ستة شهور الحين، أربع شهور خمس شهور تقريبا. أنا كان آخر اتصال مني أنا فترة زي ما قلت لك افتتاح عندي الكوفي، اتصلت فيه أعزمة يعني، حتى كان يضحك يقول طيب حط مشروب باسمي. فانا ارجع واقول لك يعني اذا شوف هاللقاء ايش تقول له؟ انه سامي إيه، انا اوجه له، انا اقول له اذا كان في خاطرك شيء يا ابو عبد الله تقدر تكلمني يعني ونتفاهم في الموضوع. انا بالنسبه لي ما عندي اي شيء في داخلي لسامي. سامي اخ عزيز وصديق، تزامنا كثير سواء كان في نادي او في منتخب. سامي احسن لاعب ولا مدير؟ ولا مين؟ سامي اللاعب ولا سامي المدير؟ بالنسبه لي ياسر، اتكلم على المستوى الشخصي بصراحه. سامي لا، بالنسبة لي اللاعب أفضل من المدير. مش مشكلته المدير؟ مو بمشكلته، نجاحه كلاعب أكثر من نجاحه كمدير. لا أنا أتكلم على ياسر القحطاني، تعاملك يعني بصراحة. يمكن سامي ما أخذ تغير شوي، حسيت لما صار مدير المسؤوليات غيرت شخصيته. شوف الإدارة لما تكون أنت مدير فأنت شخص مسؤول، لازم تتعامل بشكل يختلف عن أنك أنت لاعب. ضايقك؟
ابدا ما حصل. انا قلت لك في مره حصل بيني وبين سامي موقف يمكن اول مره الان يبان، في مباراه كانت ايام جريتس، انا كان عندي تصوير برنامج في القاهره وحصل ولا رجعت اليوم الثاني، كانت رحلتي الظهر وتاخرت في العوده بسبب الشركه المنسقه يعني للموضوع، وكان في اتصال بيني وبين الاداره سامي وهشام المغربي هشام الحدان وخالد المغربي في نفس اللحظه وانا في المطار، انه في خطا هم حطوا قالوا لي إن انت على الرحله على الخطوط السعوديه ورحلتي اصلا على الخطوط المصريه، ففوتت انا الرحله وحاولنا بشتى الطرق يعني لدرجه ان احنا دورنا على طياره خاصه عشان الحق على التمرين لكن ما امكن يعني. وطلع سامي بعدها وتكلم وقال انه ياسر قدم غاب عن التمرين وقدم عذره وعذره كان غير مقنع، فانا لما رجعت وعرفت انا رحت لو كلمته قلت انت قلت كذا 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 ليش عذري انا مقنع وصحيح وكذا كذا كذا، وبيني وبينك المدرب جريتس يفصل في الموضوع، وفصل جريتس في الموضوع ورجعت ولعبت المباراه، كانت مباراه 5-3 الهلال والنصر اللي سجلت فيها انا جولين. فالموضوع انحل بيني وبينه في نفس اليوم يعني، انا رجعت في الليل وتقابلنا الصباح تمرين الصباح. طب ليش قال كذا؟ وحلينا الموضوع. ليش قال كذا؟ لما تكلمت معه ليش قال كذا؟ هو تكلم سامي قال انه احنا في فتره سامي من حقه انه هو ما يقبل العذر او انه يرى انه غير مقنع. فهمت قصدي؟ لكنه ما يقدر يمنعني من اللعب. انا هذا اللي اقصده، انه في النهايه احنا التجأنا للمدرب، المدرب قرر انه لا عذر ياسر مقبول ويشارك في المباراه. فهذه النقطه اللي انا اقول لك انا بينتها الان ليش؟ الواحد ما يحب صاحبه يصير مدير عليه؟ لا مو شرط. يعني في ناس يقول لك قد اكون انا يوم ما ابغى صاحبي يصير مدير علي. لا بالعكس، احيانا انت تفضل ان صاحبك يصير مدير عليك احيانا. ليش ارتبط سامي الجابر يعني بكثير من خلينا نقول الاحداث في فتره ادارته للفريق هنا كمدير للفريق، لما مع محمد الدعيون ونواف التمياط وياسر قحطاني مع نجوم الفريق حسن العتيبي، ما في موضوع يطلع لاي لاعب الا سامي الجابر. يمكن يا اخي حظه نصيب انه يكون في فترته فيها المشاكل هذه. انا صراحه لا، انا ما ادري وش يصير وش صار بينه وبين ما ضايقك ابدا وابدا ابدا طيب. لان انا قلت لك في النهايه سامي ما يقدر يضايق ياسر او انه يعمل ضد ياسر بشيء، اذا كان هو بيسوي شيء انا ما ادري عنه من وراي او هذا في امر في علم الغيب يعني، لكن اللي انا واثق منه تماما انه سامي نفسه شخصيا يعرف انه ما يقدر يضر ياسر. بس ما حد كان يتوقع يا كابتن بعد كالعلاقة الطويلة بينكم كلاعبين وكمدير وكصداقة، يعني كان دائما حديثكم متبادل انه احنا اصدقاء مقربين